يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكتب الآن على بعض القبور أسماء أصحابها، وبعضهم يطليها بالألوان، فهل هذا جائز؟ كل هذا لا يجوز، طلاؤها بالألوان هذا مثل تجصيصها، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور، فلا تلون بأي لون. أما أنه يضع علامة مبهمة مثل خط أو حجر يجعله عليه لا يعرفه إلا هو علامة فلا بأس، أما أنه يلونها هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكتب اسم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، فلا يكتب عليها الأسماء أو تاريخ الوفاة أو سيرة حياته مثل ما يفعل الخرافيون، يجعل القبر كغيره، تصير القبور متشابهة، ما يعرف هذا من هذا إلا الذي يعرف قبر قريبه فقط، دون علامة يعني أو ميزة له على سائر القبور، يجعل عليه حجر لا يعرفه إلا هو، أو يخط عنده خط علامة عليه فقط ما يعرفها إلا هو. نعم.